دور مصر كان حاسما وحازما وإيجابيا، هكذا وصفت حركة فتح الجهود المصرية لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، فيما أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على محورية الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ورعاية تحقيق الاتفاق التاريخي بين فتح وحماس. من جانبه أكد إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحماس في اتصال مع الوزير خالد فوزي مدير المخابرات العامة المصرية على استعداد الحركة التام لتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه، وكذلك تلبية الدعوة لحوار الفصائل الشامل. هذا وسادت أجواء الاحتفالات والفرحة أرجاء قطاع غزة، واحتفل الفلسطينيون في الشوارع رافعين أعلام مصر وفلسطين.